ام هول نیوی سپای عراق بود از بسره گرتنی 90 دونم زوی کشتوکالی کرده. زوی که ایمان بجت و تاپوی رشی بدست و گرتوه. والا ایبرام دونکا ریان پیمان نده که بچین رو جورو بیان بین قصیان نگلاب کن. ایمان زودکار چی من بدل دست زیتن. ایمان اطوان برامبر او جشا چی بکن. هست من ندست نه. او استعدام بین خود بچه خود بین صبر هاتو ده شو. او واقعیش ایره تقریبا. يعني أول بغداد يتسرع صار تقريبا 120 دولار زيادة لقي حاليا أو يقدر يتر خلاص بربر هم يقدر يبيعش بس أما بوين سر بغداد جوتيراني كرد لا توبزاوا قربونا تو برنامج شان هي داوي بهانا وتشون دكان لا بربرساني كرد لسردمي بع سوا بيكاتي كرد تركمان غدري لكراوا إذا وزارة كان داجير كراوا بداخوا أو بو بستو يك صالسيت هيشتا حكومتي بغا هيشتا لبغا سارسالي شاشاكان نكراوا بلكا تادي تششكان كلاكا اكن وبروجاري اسبيرن والله ار والله زياد دي شانس يمتمرهم هل هي بدايه جوتيار هاتونا تبردم سباي عراق وما قرتني عند سبيكر دوا ام كرد خاون حقا خاون ما فا يعني هم يعرضي باو با في تي بوي ما وتو اس اما انا بزور لي بسن اما تو يعني اما ظلم يا قوريه بلام سبا بهيت شويك والله مدا وكاري جوتيار نادا تو بردام لهناني هي زي زياتر بو سنوركا لدوای 16 اکتبر 2017 بردام سپای عراق دین سر جوتیارانی کرد لا توبزاوا او چشم بود درست کرد کم هفته و روز نبود که دین سر جوتیارانی کرد استش لا حول چینه دا دینو دست بسر نوود دونم زوی جوتیارانی کرد بگرن و بیکن با سربازگی که گوره لمسنوره سران کامران کردستان بسوچوار کرکوک